يا هلا والله ومرحبا فيكم من ولاية بنسلفانيا وبالتحديد مدينة فيلادلفيا في أمريكا. اليوم أنا مرة مبسوط، وصلنا أخيرا 100,000 مشترك. أشكر كل من دعمني عشان أوصل إلى هذا الإنجاز. كانت الرحلة طويلة بس الرحلة كانت ممتعة. عقبال المليون إن شاء الله مشترك بحول الله في القريب العاجل. أنا اكتشفت إني وصلت 100,000 وأنا في المطار مع أخوي، صراحة كانت فرحة عارمة جدا جدا جدا. أخيرا 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 100,000 أخيرا وصلت 100,000 مشترك في هذه اللحظة في مطار الملك خالد الدولي، وحنا متوجهين إلى أمريكا. حالياً أنا ساكن في فندق 4 Points by Sheraton في فيلادلفيا. راح نستكشف أرجاء هذه المدينة الأمريكية. إذا جاء طالي فيلادلفيا لازم نتذكر فيلم روكي، واحد من أشهر الأفلام الأمريكية لسيلفستر سالون. وحالياً أنا قاعد على روكي ستيبس، اللي هي درج روكي اللي تقريباً كل الأجزاء يركض عليها إذا جاي يتمرن قبل الملاكمة. روكي ستيبس عبارة عن درج لمتحف الفنون اللي ورا، الناس قاعدين يركضون. هذه روكي ستيبس، هذه درج روكي المشهور. جاي فيلادلفيا وما تجي الى روكي ستيبس وتركض الدرج من تحت لفوق، كانك يا ولد ما جيت الى فيلادلفيا. في محل حق روكي تحت نروح نتقضى منه بعض الاغراض. فيلم روكي الجزء الاول كان هو اول فيلم لسيلفستر ستالون، ووقتها كان مطفر وما عنده ولا قرش، وكان الكاتب للقصه حق روكي 1. رحنا محل حق روكي، دخلنا محل روكي عشان نشتري نتقضى بعض الاغراض. دامنا قاعدين نتكلم عن الموفي روكي. كيف الطاقيه سعد؟ طاقيه حلو والله. طالع رامي الصياد الصغير، ابغى اطلع زي روكي، مو رامي الصياد الصغير. فيلادلفيا فيها اول مكتبه في امريكا. فيلادلفيا كانت اول عاصمه لأمريكا، وفيلادلفيا فيها أول مستشفى في أمريكا، وفيلادلفيا فيها أول جامعة في أمريكا، وأول مكتبة في أمريكا. شوف الرجال النايم هناك على الأرض، يا كثرهم اللي زي كذا، اللي زي كذا يا كثرهم نايمين كذا على الأرض، مخربين أم المنظر. كمية الناس الهوملس هنا مليان مليان مليان، شكل غير طبيعي. تلقاهم كذا ماخذين لهم حبوب، قاعدين كذا متسدحين في الشوارع. صراحة المنظر يعني يبغالهم أحد من الحكومة يضفهم ولا شيء. الرسومات اللي على المباني اللي زي كذا موجودة في كل مكان في فيلادلفيا. هذا ماركت ستريت، شارع كله ماركات وبراندات ومحلات متوفرة على هذا الشارع. شارع حيوي وجميل جدا. في حركة حلوة، يجيبون لك الفاتورة عليها باركود، تفتح من الباركود على الجوال، تعبي البيانات حقاتك وتدفع يا طويل العمر. ها موجودة في أكثر من دولة؟ في لندن كانت فيه. أوكي في لندن. طيب بطاقتي بطاقتي ايش تسوي أنت؟ بطاقتي ايش تسوي؟ سوري سوري. هذا أقدم شارع في أمريكا كلها، أقدم شارع مسكون من الناس في أمريكا، كان أول شارع في أمريكا. اسم الشارع ألفريث رود أو ألفريث آلي، الاسم شوية صعب للنطق. هنا فيلادلفيا، هنا اللي كانت البداية حقت أمريكا. أول دستور للحكومة وقع هنا في فيلادلفيا، وزي ما قلت أول عاصمة لأمريكا كانت فيلادلفيا. من هنا كانت بداية أمريكا. هالعلم هذا ما أدري وش قصته صراحة. بشكل عام الناس هنا مرة صراحة فريندلي أكثر من في أمريكا، يعني بشكل عام أكثر من بريطانيا ودول أوروبا صراحة. لما تمشي في الشارع سهل إنك تتكلم مع الناس، سهل إنك تتناقش مع الناس، ما أحس فيها شوفة النفس. يعني أنا يعني قبل ما أجي لأمريكا أسمع ناس يعني يقولون إن عندهم عنصرية وما أدري إيش وزي كذا. والله إني رحت دول عندهم عنصرية بالهبل كذا عيني عينك. هنا في أمريكا ما في والله صراحة، يعني حتى لو هو يتعنصر ما يبين لك. مثلا المجر هنغاريا يوم رحت عيني عينك والله في الشارع كل الناس قسم بالله يتعنصرون عليك. هنا في فيلادلفيا في مجتمع إيطالي كبير، ففي عندهم أحياء إيطالية. واحدة من الأحياء الإيطالية
الأماكن المشهورة هنا اللي هو إيطاليان ماركت، السوق الإيطالي، وهذه واحدة من الأشياء اللي حتى صوروها في سلسلة أفلام روكي وهو يركض في الوسط. بنروح نستكشف هذا السوق كله. هنا محلات خضار ومحلات بيتزا في كل مكان، محلات قهاوي. المكان حي وجميل، بس عيبه انه يقفل الساعه 4 العصر. ودي ادخل محلات اللحوم هذه وقاعد اسوي بوكسينج على اللحوم واتدرب. الفراوله هذه اللي تنباع عندنا احنا ب 25 و27 دولار واحد علبه كامله. يا اخي الفراوله علبه كامله كبيره دي تنباع عندنا على 25 و30 هنا بدولار واحد، يعني 4 ريال تقريبا. واو يلعن من رخص رخص. الاكل عندهم يا اخي صراحه، شوف الكواليتي حقت الاكل هنا في امريكا في المطاعم لذيذه مره، فرق مره، تحس ان الاشياء فريش. 1976 كانت البدايه الفعليه للممثل سيلفستر ستالون. من فينا ما يعرف الممثل الشهير سيلفستر ستالون؟ الممثل هذا كانت بداياته من هنا في فيلادلفيا عن طريق فيلم روكي. سيلفستر ستالون كان كاتب للسيناريو حق روكي 1، وعرض عليه انهم يشترون منه السيناريو بمبلغ ورفض، قال لا انا راح اشتغل في الفيلم كبطل وراح يشتغل مجانا في الفيلم الاول. الفيلم تم تصويره خلال تقريبا شهر او شهرين ان ما كنت غلطان، والبجت حقه الميزانيه حقته كانت مليون دولار بس، واللي تعتبر ميزانيه قليله جدا للافلام الامريكيه في هوليوود. فيلم روكي حقق جوائز كبيره جدا وفاز باوسكار في ذيك السنه، ومن بعدها كانت الانطلاقه حقت سيلفستر ستالون. سيلفستر ستالون كان مطفر مره خلال ذيك الفترة، كان في حساب سيلفستر ستالون 7 دولارات فقط، وكان مطفر مرة. سيلفستر لقى فرصة قدامه وقال اني باخذ الفرصة هذه حتى لو على حساب الضغط اللي بيجيه، الضغط المالي وضغط الحياة اللي كانت موجودة في حياته في ذاك الوقت. إذا قلت لك فيلادلفيا أكيد يجي في بالك فيلي تشيز ستيك، اللي حتى عندنا في المطاعم حقتنا في السعودية، المطاعم الأمريكية تلقى مكتوب فيلي تشيز ستيك، سندويشة الستيك بالجبنة، وهذه منبعها فيلادلفيا، ومن أشهر الأماكن وأفضل الأماكن للفيلي تشيز ستيك في فيلادلفيا هذا المكان، اسمه باتس ستيك. فدام جيت هنا لازم أجرب فيلي تشيز ستيك المشهور عن فيلادلفيا. فيلادلفيا هي البلد اللي انولدت منه أمريكا، وكانت العاصمة من 1790 إلى 1800. الجلسات اللي عندهم جلسات خارجية بس، ما عندهم جلسات داخلية. في واحد ثاني مشهور مرة برضو هنا في فيلادلفيا اسمه جينوز ستيك. هذول الاثنين أشهر اثنين فيلي تشيز ستيك في فيلادلفيا. بنجرب الأكثر شهرة اللي هو باتس ستيك، هو الأعلى تقييما هنا في فيلادلفيا والأقدم في فيلادلفيا. هذا المطعم انفتح في عام 1930، ومن ذاك الوقت وهم يقدمون فيلي تشيز ستيك ساندويتش، والأشهر هنا في فيلادلفيا وفي أمريكا كلها. وهذا المطعم أيضا كان موجود في فيلم روكي في واحد من اللقطات حقاته. يا سعد يا هلا، اجل باتس كينج اوف ستيكس ها فرايز. ممتاز والله. اوه كبيرة. عادي عادي جدا عادي جدا. اللي عندنا في الرياض احلى منه، بس يلا قدامها. اي واحد احلى في الرياض؟ واجد. اي واحد واجد. اي واحد عطني واحد. مو بواجد عطني واحد. عطني والله واحد في الرياض زين. تشيلي فيت ستيك يا اخي ما يحضرني الحين، بس انه في الرياض في اماكن ألذ من هنا. وين؟ زي تشارليز. تشارليز احلى. يمكن حقك ابو اكسترا تشيز احلى من ذا. احسه عادي جدا يا اخي، احسه اوفر هايب، احس انه المدح اللي عليه اكثر من اللازم، بس علشان ايكونيك وشيء من الاساس لما تيجي فيلادلفيا وتسويه جينا سويناه. رحت وضبت عليه مخلل
وخردل برضك مو مرة. صراحة التقييم الشخصي 7/10، يعني كان عادي حليو. يمكن أنا غلطتي إني أنا طلبت العادي، ما طلبت مع إكسترا تشيز، لأن حسيته ناشف شوي. هذا أول محل يسوي فيلي تشيز ستيك ساندويتش في أمريكا وفي العالم. مسوي إني بسوي انترفيوهات مع الناس. عادي ما في شيء. يا أخي لا بس اتفشت، قاعد يقول له أنت من ساوث كوريا نورث كوريا طلع أمريكي. يلا لهم البشيل. والله. أنا ما صورت البنت، أنا تفشلت وما صورت البنت. إيه ما أنت. Where are you from? King of Prussia. ها؟ King of Prussia. KOP. KOP? Yeah. That's Korea? No. It's like half an hour. Half an hour? Yeah. North Korea? No. It's not half an hour from here. Drive. From here? Yeah. So how do you like it? It's good. I mean. I haven't tried it. I like old brother better. We came all the way from Saudi Arabia to try this one. Oh. Yeah. I think that most people don't like these two. They like the ones close to inner city. So which one do you recommend? I like Old Brother. Old Brothers. OH Brother. Old Brothers. Oh, yeah. All right, okay, we'll try it tomorrow then. Sorry for disturbing you. We just wanted to make a video about this place. So have a nice trip. Thank you. يلعب بالفشيلة، قاعد أقول لهم أنتم من كوريا طلعوا، لا من أمريكا هنا. عشانهم صينيين، قاعد يقول لا نص ساعة بس من هنا. يلعب بالفشيلة. أنا كنت أصور ناس كذا قاعدين يجربون من دولة ثانية، طلعوا مو من دولة ثانية أصلا، أساسا من هنا من أمريكا. سعد طلعوا من أمريكا. يا أخي المشكلة هو قاعد يقول أنا من مكان في أمريكا، ما نعرف، ما أدري، حتى اختصار يقول واضح إنه آسيوي. هو شكله آسيوي يا أخي. خلاص أوكي. وين أوبر حقنا؟ خلينا نروح الفندق يا أخي، بطني بدأ يعورني. شكله الستيك حقهم مو بنظيف. والله بطني بدأ يمغص، الله يستر. اطلب أوبر تكفى يا أخي، بطني بدأ يعورني، مغص. آخ يا أخي بطن. والله بطني يعورني. أوه سيارة حلوة. هذه ما شاء الله طالب لي. هلا. How you doing? Good yourself. Good. Yep. والله يا اخي هذا شو اسمه، الاجواء كذا معطينا اجواء. تخيل اسال السواق اقول له انت من وين، يقول لك هي انا من هنا بعد. تخيل يقول انا عربي. هذا كان فيديو من فيلادلفيا في بنسلفانيا أمريكا. إذا عجبك الفيديو بحط لك فيديو هنا من دولة كانت في حرب مع أمريكا اللي هي فيتنام. شربت قهوة بالبيض في فيتنام في هانوي. تابع هذا الفيديو، نشوفك على خير، ولا تنسى تشترك. مع السلامة.